ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مبسوطه اكون معاكم في فيديو سهل وبسيط. بما ان الاسعار كل يوم في زياده والاسعار نار الفتره ديت، كل الفيسبوك بيتكلم عن الناس بتتكلم مع بعض على ان الكريم شانتيه بقي غالي جدا جدا، والمكونات مثلا الحلويات الكاكاو الخام والحاجات دي غاليه جدا. النهارده هنعمل مع بعض طريقه القشطوطه بطريقة سهلة وبسيطة. بدل ما نعمل كمية كبيرة وتكلفنا كتير، هنعملها بكمية بسيطة جدا، مش هتكلفك ربع الكمية الكبيرة. احنا عملنا الصينية الكبيرة مع بعض قبل كده، النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهنستخدم الميكرويف، وممكن كمان تاخديها بنفس المجات اللي احنا هنشتغل بيها تحطيها في الفرن. تاني حاجة هنعمل مع بعض، بما ان الناس بتشتكي من الكريم شانتيه انه غالي جدا، احنا هنعمل الكريم شانتيه بدون كريم شانتيه بشوية لبن. هنشوف هنحوله ازاي الكريم شانتيه موفر جدا 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 جدا، وهيطلع معاكي جميل. فانتظرونا ان شاء الله الفيديو جاي، هنعمل كريم شانتيه اقتصادي جدا بدون اي كريمة وبدون كريم شانتيه اصلا. هنطلع كمية ونزوق بيها حلوياتنا وجاتوهاتنا بدون يعني تحس انك انت ضغطتي في الفلوس او ضغطتي في المصاريف. مثلا تجيبي ربع كيلو تمن كيلو، هتلاقي المكلف معاكي كتير. لكن هنعمله بطريقة، انا قلت اديكم نبذة بس كده عن الكريم شانتيه ازاي هنعمله عشان اشوقكم بس للفيديو اللي جاي. تعالوا بسرعة نشوف القشطوطة. بيضتين كده معايا، بيضتين اتنين معايا، على فكرة الكوباية دي صغننة جدا، بصوا يعني مش مج ولا حاجة، كوباية صغيرة. خدت نصها دقيق، وهنا اقل من نص حاجة بسيطة سكر. طبعا زي ما احنا عارفين احنا هنضرب البيض مع باكو من الفانيليا، وقلنا لو ما عندكيش فانيليا هتحطي معلقة كبيرة من الخل، واحنا كده كده هنحط معلقة صغيرة من الخل عشان حطينا فانيليا، لكن لو مش عندك حطي معلقة كبيرة من الخل، وعلى ضمانتي هتطلع جميلة والبيض بدون نكهة لو في اي كيكات هتعمليها. كده هنبتدي نضرب البيض بالمضرب بتاعنا، ولا يهمكم حادثة بسيطة من الحوادث اللي بتحصل اثناء التصوير، ولا يهمكم ولا هنقطعها ولا حاجة، وهنكمل كده. انا ضربته شوية لما عمر الفوم كده البيض بس مع الفانيليا، وهنبتدي هنزل بالسكر وهكمل ضرب كده عادي خالص. بصوا بالمنظر ده كده، بصوا قوامها تخين. انا كل مرة بشتغل بعمل كيكة اسفنجية، بحب اعجن بعد ما بضرب البيض كده وقوامه يتخن، بحب اعمله بالسباتيولا اقلبه. لكن المرة دي على فكرة مفيش حاجة بقدمها لكم غير ما بكون مجرباها وضمناها. المرة دي هنحط كمية الدقيق بتاعنا وهنضربه بالمضرب. في ناس هيقولك هيهبط الكيكة، لا خالص، بس انا هضربه على السرعة القليلة، مش هضربه على السرعة العالية. ضربة صغيرة كده، وهبتدي انزل معايا بالمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، الكمية دي هتطلع معايا كم مج؟ تعالوا هنشوف مع بعض. وادي المعلقة صغيرة من الخل الابيض البيور، بصوا عمل تفاعل ازاي، وهضرب على السرعة الوسط لغاية بس ما اتأكد ان كل الخليط امتزج مع بعض. هنجيب المجات بتاعتنا كده، بصوا دي مجات شاي بحيث ان كل واحد ياخد واحدة. بصوا العجينة كأني بعمل عجينة بالظبط، بأمانة محدش يخاف خالص من ضربة المضرب، هيطلع جميل على فكرة، وانا صدقوني جربتها في القشطوطة دي قبل كده. هناخد حوالي معلقة، عشان المعلقة دي كبيرة، فانا هاخد حوالي معلقة ونص منها. بصوا انا مش هملاها، لكن هسيب طبعا كمية ان احنا لسه هنحط مكونات تانية، فعلشان المج بتاعي ما يبقاش مليان على عينه. بصوا طلعنا كده البيضتين اللي احنا عملناهم، عملت اربع مجات وعملت البولة ديت، جمعت كل اللي باقيين فيهم. بصوا كده البيضتين عملنا كمية قد ايه. طيب هندخلهم في الميكرويف، هنضغط 30 ثانية ونطفي ثانية
ونشتغل 30 ثانية تاني لغاية ما نختبرها بالستيك ونشوفها استوت ولا لا، بس كل 30 ثانية او كل واحد حسب الميكرويف بتاعه، كل 30 ثانية نطفي ونطلعها نختبرها بالستيك. تعالوا نسويها ونشوفها مع بعض. بصوا كده بعد ما طلعت، بصوا بيضة ازاي، عشان كده معلقة الخل دي بتفرق جدا. طبعا هنا انا معايا كوباية من اللبن الساقع، طبعا سبتها لما تبرد، مش هنشتغل فيها وهي سخنة، لازم تبرد شوية. انا محبتش اضيف سكر للبن لان الكيكة فيها سكر والكريم شانتيه مسكر والكراميل او الشوكولاتة او ايا كان التزويق بتاعها هيبقى مسكر، فعشان ما تبقاش السكر بتاعها اوفر قوي هبتدي كده اشربها. بصوا اول ما تشرب كده اعرفي ان الكيكة بتاعتك ناجحة 100%. بصوا هنقلبها كده، بصوا شربت ازاي، شايفين كده، تبقى انت الكيكة بتاعتك نجحت. بصوا انا اختبرتها من الجنب كده عشان اتأكد ان هي مستوية. طبعا كمية اللبن كل ما بتكون كتيرة كل ما بتديكي نتيجة افضل. بصوا شرب كل ما هقلبها هتشربوا ازاي. لو الكيكة معاكي كتمة او ما نجحتش، او في ناس هتقولك لا هتطلع كتمة عشان ضربتيها بالمضرب، ما كانتش شربت اللبن بالمنظر ده. وهنحط اخر هنا شوية كمان، بصوا اول ما بيتحط بتشرب ازاي على طول، شايفين دول اخر شوية. هنيجي بقى للطبقة التانية، هنيجي بقى لطبقة الكريمة. انا بحب احط الكريم الشانتيه خفيف، ما بحبش اتقله. هننزل بكل على كل مج كده معلقة ونظبط مع بعض الوش. بصوا شايفين شكلها طلع جميل ازاي. انا حطيت شوية صغيرين كده من الكراميل كانوا موجودين عندي، انت ممكن تسيبيها كده، ممكن تزينيها بمكسرات، ممكن تزينيها مثلا شوكولاتة، باي حاجة متاحة عندك. بامانة جميلة، شكلها روعة، ما خدتش وقت. كل الكمية اللي انا عاملاها دي بيضتين بس وحوالي نص كوباية من السكر نص كوباية من الدقيق. بصوا بأمانة بدل ما تعملي كمية كبيرة وتبقى مكلفة ليكي اعمليها بالمنظر ده. وكمان كمية المج كبيرة على فكرة، المج ده كبير مش صغير. بصوا من جوة، طبعا انا كان المفروض احطها في التلاجة تهدى شوية بس انا بقى مش صبر عليها. بصوا من جوة شكلها ايه، شايفين بأمانة تحفة، نفس اللي احنا كنا بنعملها في الصينية الكبيرة بس اسهل وابسط منها كتير ومش ما كلفتنيش قد ما الصينية الكبيرة كلفتني. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على وصفات تانية كتيرة من وصفات هناء. كل سنة وانتم طيبين.